تكيس المبايض البي سي او احد اكثر الاضطرابات شيوعا بين النساء وايضا الصبايا. طبعا متلازمه المبيض متعدد الكيسات تختلف عن تكيس المبايض، وهناك فروق عديده ان كان بالعلاج وان كان ايضا بالتشخيص. طبعا سلمى، يمكن في بعض الاقاويل حكت انه ممكن تكيس المبايض يكون سبب لمنع الحمل عند السيدات، ويمكن هي المشكله السيدات اللي بعمر او الصبايا اللي بعمر المراهقه والسيدات يلي بفتره الانجاب ممكن كثير انهم يعانوا منها، او اوقات يمكن الهرمونات كمان تلعب دور. اليوم رح نتعرف على اعراض مشكله تكيس او المبيض المتعدد الكيسات وشو هي المخاطر عند وجود هذا المبيض مع الدكتور يلي صار معنا بالاستوديو، الدكتور حسان الغاوي اختصاصي التوليد وامراض النساء وجراحتها ايضا. صباح الخير دكتور واهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور، اهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش مع حضرتك، تكيس المبايض او البي سي او شو هو؟ خلينا نعرف الناس فيه اكثر. تمام، هلا في تكيس المبايض وفي كيسة المبيض. صحيح. تمام، هلا تكيس المبايض هي متلازمة يعني كذا شغلة تيجي مع بعض وملتزمين مع بعض. هلا لنعرف شو هو تكيس المبايض، بدنا نعرف على الاقل الطبيعي شو هو. يعني مثلا الدورة، شو هي الدورة؟ ليش بصير في دورة شهرية؟ الدورة الشهرية هي عبارة عن انه الرحم عم بيحضر حاله كل شهر ليستقبل الجنين. وبالتالي هو بيحضر حاله، بيعمل وسادة دموية، إذا ما صار في حمل بتنزل على شكل دورة. الرحم كل شهر بيعمل هاي العملية. المبيض شو هو؟ المبيض هو عبارة عن المخزن الرئيسي للبويضات عند المرأة الحامل، يلي هي بيخلص هذا المخزن على عمر 45 ل 50 سنة، تختلف من واحدة لواحدة. والمبيض هو كمان هو المصدر الرئيسي للاستروجين اللي هو الهرمون الأنثوي، والتستوستيرون اللي هو الهرمون الذكري. حتى في هرمون ذكري عند المرأة الطبيعية اللي ما عندها تكيس مبايض، بس بكميات بتكون قليلة. هاي العملية كلها بيتحكم فيها المخ والغدة النخامية. فالغدة النخامية بتعطي إشارات للمبيض، هرمون تحضيري بيحضر الجريد اللي فيه البويضة، بعدين باليوم 14 وقت الإباضة بتطلع كمان الغدة النخامية هرمون تفجيري بفجر، بتطلع البويضة إذا كان في نطفة بتتلقح وبتنزل تقعد بالرحم. فهذا بشكل عام الطبيعي. هلا بتكيس المبايض المشكلة وين؟ المشكلة المبيض فيه زيادة إفراز هرمون التستوستيرون. هي أول مشكلة. يعني في افراز غير طبيعي للتستوستيرون، فالتستوستيرون بيكون عالي. ثاني شغله، الغده النخاميه عم تاخذ اشارات خاطئه من قشره المخ لتعمل عمليه تحضير المبيض وتفجيره، وبالتالي عم بيكون في مشكله بعمليه الاباضه. في عندنا مشكلتين رئيسيتين، هو التستوستيرون عالي والغده النخاميه ما عم تشتغل بشكل صحيح. والمشكله الثالثه اللي هو الانسولين، بيكون في مقاومه للانسولين، فبتلاقي اللي عنده تكيس مبايض غالبا عنده زياده بالوزن. فهي المشكله الرئيسيه بتكيس المبيض. كيسه المبيض هي عباره عن واحد من الجريبات بالمبيض اجى لينفجر وقت الاباضه، ما انفجر، عمل كيس. هذا شغله كثير بسيطه، هذا الكيس بعد شهر شهرين يا بيطق وبينزل لحاله يا اما بيختفي. صحيح. فما انا مشكله هرمونيه ابدا، هي مشكله بجدار الكيس ما انفجر، عمل كيس. هذا ما في، ما بيعمل وظيفيه مو هرمونيه، يعني ما أنا... تماما هي وظيفية. بالضبط. فهذا كيس المبيض ما له علاقه بالهرمونات، لا بيعمل تاخر بالدوره، لا بيعمل مشاكل بالانجاب بالحمل. ولا شيء. هذا موضوع بسيط وحلته كثير سهله، يا بيروح لحاله يا منشيله. اما تكيس المبايض هي متلازمه كامله، فيها ارتفاع هرمون ذكوره، فيها خربطه بالغده النخامية، يعني فيها كثير مشاكل. طيب دكتور، شو الاعراض يلي بتكون موجوده اليوم؟ تمام، هلا نحن ما زال عرفنا شلون عم بتصير المشكله، فصار فينا نعرف شو هي الاعراض. يعني مثلا ارتفاع التستوستيرون عم بيزيد عنا حب الشباب. مثلا بتلاقي هون في تساقط شعر بالجبهه مثلا، عم بيزيد الشعر بمناطق معينه. مثلا خربطه الغده النخاميه عم تعمل خربطه بالدوره، بتلاقي الدوره متباعده. عم بيصير في عنا مثلا الدوره ما عم تنزل خفيفه، وتلاقي الوحده هي مثلا عم تتجوز بعد شهرين ثلاثه اربعه، ما انا عارفانه انه عندها تكيس مبايض، بتجي ما عم بيصير في حمل. كمان هي وحده من الشغلات انه ما عم بيصير في اباضه، وبالتالي ما عم بيصير في حمل. هي وحده من الاعراض كمان. طيب دكتور، خلينا نحكي اليوم، كثير من الحالات اللي بنسمع فيها بيحكوا انه بعض الاسباب هي مو بس اسباب وظيفيه، في بعض منا سمعنا اسباب نفسيه، يعني بيقول لك انه لانه كيسه المبيض بالذات وليس متلازمه المبيض متعدد الكيسات اللي حضرتك شرحتها. تمام. كيسه المبيض انه اثناء الفتره اللي هي المفروض يصير فيها البويضات تنزل، اذا صار في لخبطه
نفسية هي بتأثر على الهرمونات بصير كيسة المبيض، هل هذا الشيء صحيح؟ أكيد لا، الخربطة يعني أو مثلا الستريس أو الكآبة أو التوتر أو هاي القصص هي ممكن تخربط الدورة مثلا شهر أو شهرين، بس ما بتعمل خربطة دائمة بالدورة. يعني واحدة صار عندها ظرف كثير ستريس، ما بتعمل ستريس كيس مبيض؟ لا طبعا كيس المبيض ما له علاقة. وتكيس المبايض هي مشكلة هي الأنثى خلقت فيها، يعني هي مو شغلة صارت عندها، وهي شغلة ما بتزول، يعني هي شغلة موجودة بالجسم خلص هي قاعدة معها لكل حياتها. نحن بقى بنحاول نعمل لها كنترول، بس هي الفكرة. بس النفسية لا، ما بتسبب مشكلة بالإباضة، ممكن تسبب خربطة بالدورة شهر شهرين، بس أكثر من هيك لا، ترجع للوضع الطبيعي. دكتور، قبل ما نسأل شو هي المخاطر الموجودة عند الإصابة بتكيس المبايض أو المبيض المتعدد الكيسات، خلينا نوضح الفرق الشاسع بيناتهم، خلينا نقول ونحكي عن مخاطر كل واحدة. تمام. هلا مثلا كيسة المبيض، هلا خلينا نسمي وحده مبيض متعدد اكياس وحده اسمها اكياس مبيض. كيسه المبيض هي مش هي مثل ما قلت، هي كيس طلع على المبيض. هلا هذا الكيس بشكل عام ما بيعمل مشكله هرمونيه، بس بيعمل مشكله بمكان ما هو موجود. يعني اذا كان كتير كبير ممكن ألم. مثلا ينفجر، طبعا الالم اكيد ممكن ينفجر، ينزل منه دم، ينزل منه سوائل، فنضطر مثلا نعمل عمليه نشيله. ممكن نشيل الكيس، ممكن نشيل المبيض كله. يعني هي اكثر شيء ممكن هو قاعد على المبيض يصير في عملية انفتال للمبيض، وبالتالي ممكن هذا يقطع التروية الدموية عن المبيض فيتموت المبيض. هي مشاكل الكيسة المبيض ما له علاقة بالمشاكل الهرمونية أبدا. أما تكيس المبايض لا، مشكلتنا هرمونية تماما، ما في عنا مشكلة جراحية، نحن مشكلتنا هرمونية. يعني سواء خربطة بالدورة وشعر وبدانة وسكر، والسكر عالي، وحتى ممكن يصير معهم سكري بعض مرضى مبيض متعدد الأكياس. بس هذا مشكلة جراحية أكثر، هذا مشكلة هرمونية أكثر. يعني ما فينا نقول مثلا، يعني حتى مبيض متعدد الأكياس ما بيعمل ألم، حتى بيكون ألم الدورة أساسا خفيف، بينما الأكياس مبيض لا، هي مشكلتها الرئيسية هي الألم، عشان هيك المرضى بتراجع. طيب هذا الشيء بخلينا نروح للعلاج اللي هو أكيد يختلف بين الاثنين. أكيد بنعرف كيسة المبيض أنه عادة ببلش، وخصوصا إذا قلنا صارت شائعة عند الصبايا كمان مو بس السيدات، فبالتالي بتتخوف من الأدوية من العلاج. تمام. بتخاف من الجراحة، أنه معقول أنا أعمل جراحة. تمام. قبل ما أكون أنا متجوزة وجايبة أولاد، هذا الشيء ممكن يأثر على الرحم أو لا، فبالتالي بيروحوا بالبداية للعلاج الدوائي اللي كلياتنا بنعرف اللي هو الأغلبية اللي هي حبوب مناعة الحمل. خلينا نحكي شوي عن العلاج والفرق بين الاثنين. تمام. هلا إذا عم نحكي على أكياس المبيض اللي هي كيسة المبيض، فما في له علاج، كيسة المبيض ما له علاج دوائي أبدا. وبعدين نحن إذا عملنا مثلا جبنا كل النسوان بكل فترة حياتهم، 90% من هالنسوان حيطلع له كيس على المبيض بفترة حياتهم. طيب شو علاجهم؟ ما علاج، هذا بيطلع وبيروح. ما في يعني داعي تأخذ أدوية؟ أبدا. ما في أساسا دواء لا حتى نشيل كيس. لكان اللي عم يوصفوا لهم أدوية. هذا لتكيس. 3 شهور وست شهور. أيوه، هذا لتكيس المبايض. يلي هي الحالة الهرمونية. يعني تكيس المبايض هي حالة هرمونية فيها خربطة بالهرمونات، نحن عم ندخل الهرمون للجسم بطريقة منتظمة، فنحن عم نحاول نضبط الهرمونات، فمنلاقي إنه الدورة انتظمت. مثلا الهرمونات بتروح الحبوب كلها، بتساعد على الشعر الزايد بخف، هذا لا يمنع إنه هي حتحتاج أكثر من غيرها تعمل ليزر مثلا، هي حتحتاج أكثر من غيرها تعمل جلسات تنظيف بشرة. فهمتي؟ فالهرمونات هي لتكيس المبايض، يلي المشكلة قلنا من القشرة الدماغية، عم نعدل الهرمونات. كيس المبيض هي مشكلة ما فينا نعالجها، يا أما بتروح لحالة يا أما بدنا نشيلها بالجراحة، وغالبية الظن بتروح لحالة. هي اللي عم بيصير المشكلة بين المرضى. هي مشكلة جراحية، هي مشكلة هرمونية. فهمت كيف؟ هي الفرق. فهي علاجها دوائي، هي علاجها جراحي حصرا، ما في علاج ثاني للحالتين. تماما. دكتور، في اشخاص بيقولوا لك ما فيهم يستغنوا عن الجيم والرياضه، وبنفس الوقت بيكون عندهم مشاكل هرمونيه او عم يعانوا من هي المشكله، بيقولوا انه الرياضه ممكن تزيد عندهم التستوستيرون او تساوي لهم خربطه. تمام. او يبعدوا عن المأكولات، بعض المأكولات بيخافوا انه كمان تساوي لهم خربطه بالهرمونات. شو صحه هذا الكلام؟ تمام. انه الرياضه والغذاء ممكن يساعدوا بالعلاج او الخربطه؟ اكيد اكيد. هي شوف، في واحدة من المشاكل بتكيس المبايض، هلا رح نشيل تكيس المبايض او اكياس المبيض على جنب، خلينا نحكي بمتلازمه المبيض متعدد الاكياس. الخلايا الشحميه بشكل عام بتاخذ التستوستيرون وبتعمل له استقلاب جواتها، وبتطلعه على شكل استروجين او هرمون انثوي. لما عم نرفع الهرمون الأنثوي بالجسم أكثر، عم نساهم أكثر بخربطة الدورة. فنحن كل ما زودنا الكتلة الشحمية بجسم المرأة،
بالتالي عم نتداخل اكثر بعمليه خربطه الهرمونات، عم ناخذ الذكري ونطلعه انثوي، عم نخربط له هرمونات اكثر. فلما انا قال لها اعملي دايت واعملي رياضه ونحفي حالك، عم نقلل الخلايا الشحميه، بالتالي نحن عم نقلل هذا التداخل بعمليه الاستقلاب اللي عم بتصير. يعني نحن عم نرجع التوازن للوضع الطبيعي. كل ما زاد الشحم عم بخرب توازن الهرمونات، اكيد كل ما نقص الشحم عم بخف هذا، عم بيتحسن التوازن. وفي كثير عالم على الرياضه وعلى الحميه بتتحسن الحاله عندهم تماما، لدرجه انه هن ما عاد يحسوا انه موجوده، يعني حتى بترجع الدوره وبترجع الاباضه حتى. فالحميه والرياضه هن اساسيين بموضوع المبين داعي للخوف من هي المقولات انه ممكن يزيد. لا 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 اكيد لا لا لا, لا. الرياضه ما بتزيد التستوستيرون كهي افراز من العضلات، لانه الواحد عم بيعمل جهد. اما هو كيأثر على الهرمونات، لا بالعكس، هو عم بيحسن التوازن الهرموني بالجسم طبعا. طيب دكتور حسن، خلينا نحكي كمان عن فكره مهمه. اليوم حضرتك قلت انه اللي بيكون عنده متلازمه مبيض متعدد الكيسات في جزء منه له علاقه بالانسولين او بالسكر. البعض بيروح لعند الدكتور بيقول له أنا نحيف ما عندي مشكلة، تمام، وما كتير باكل حلويات، تمام، مع هيك مثلا وصفوا لي بعض الأدوية السكري لحتى يأخذها، تمام. عم نشوف للأسف حالات تجريب عم بتصير حاليا، تمام، بالعلاج، وهذا الشيء عم بيأثر على نفسية المرضى والسيدات والبنات بشكل عام، تمام. يعني مثل ما قلت لك كتير بنات وصف لهم هاي الأدوية اللي هي بنعرف هي قديش بتخلق حالة من التوتر، تمام، من القلق، قلة النوم، اضطرابات اكتئاب، بيقولوا لك لا تحكي معاها متوترة متضايقة، كمان هذا الشيء لسه بيزيد أكثر عندها. نحكي عن الدور النفسي والشق التأثير الجانبي لبعض الأدوية بهي الفترة وبعلاج هذا الحال. هلا نحن مثل ما قلنا على المبيض متعدد أكياس، نحن في عنا الهرمون الأنثوي عالي بشكل أكثر من غيره. هلا هذا الهرمون عم بيعرض بطانة الرحم لهرمون بشكل زيادة عن الطبيعي. فمع الوقت اللي عنده مبيض متعدد الأكياس، مع الوقت عنده زيادة بسيطة باحتمال إصابتها بسرطان بطانة الرحم. فأنا لما بدي إجي أعطي مريضة هرمون لمتلازمة مبيض متعدد الأكياس، هو تجريبي فعلا مثل ما قلت. أنا بدي إلا بدك تجربيه، قدرتي تتحمليه فهذا كويس، لأنه هو حيعطيك نتائج كويسة، لأنه أول شيء حيحميك من سرطان الرحم، حيحميك من سرطان المبيض، واخر شيء حيتحسن وجهها والحبوب والشعر وهي القصص كلها. بس بالنهايه المريضه اذا قالت لي انا اخذت اول حبتين ثلاثه لحروح اطلع من البيت، انا ما عاد فيني لحجن، ساعتها انا ما عاد فيني الا تاخذي. بعرض عليها شيء ثاني، بعرض عليها اللولب الهرموني، هذا ممكن كثير يجيب نتيجه معه وتتحسن الاعراض وهي ما تحس باي اعراض. بس هي للسيدات وليس للصبايا. اكيد طبعا للسيدات، للصبايا ما عندهم حل بهذا غير الموضوع الأدوية. غير الهرمون. بالنسبه للدواء الثاني اللي هو دواء السكر، هذا الدواء يعني اثبتت الدراسات انه هو كثير منيح بموضوع تحسين الاباضه وتنظيم الدوره الدمويه وتنزيل الوزن. يعني لما ينعطى للمراه اللي عندها مبيض متعدد الاكياس، هي حتستفيد منه كثير. بس اخر شيء اذا قالت لي انا ما تحملته، انا عامل لي كآبه، في منهم بيعملوا اسهال شديد، اخر شيء بدي اقول لها خلص وقفي، وبدنا نحاول نعمل حميه وعجز حريرات، وبدنا نحاول نروح على الرياضه، ما عاد عندنا حلول ثانيه كثير. صحيح. فهي الموضوع تجريبي، انا بدي اعطيها وبدي اقول لها حتستفيدي منه 1 2 3، اذا ما تحملتي خلص بدك توقفين، ما في عندنا حل، يعني صعب. وهي بتصير بالحمل كمان كثير، يعني ما بعطيها دواء مضاد حيوي ما بتتحمله، ما عاد عندي حل، بدي غيره، في يعني في هيك في هيك، ما بقدر. دكتور ذكرت انه ممكن يتطور الامر لكانسر ببطانه الرحم، طب خلينا نرجع للسبب الرئيسي لوجود هي المشكله، شو السبب الرئيسي او الجوهري يلي بيعمل مشكله تعدد الكيسات؟ تمام. السبب الجوهري مو معروف. يعني لهلا لسه في ابحاث لنعرف شو سبب المبيض متعدد الاكياس، ما حدا بيعرف. معناها ما في طرق وقايه. الطرق الوقايه نحن بنعرف شو عم بيعمل. فنحن بنحاول مثل ما قلت لك هذا الهرمون الانثوي نعاكسه بهرمون ثاني، يعني هذا الهرمون الانثوي بيجي على المستقبلات تبعه ببطانه الرحم، نحن بنعطي دواء نفس الدواء بيعمل بلوك على نفس هي المستقبلات، فهذا الهرمون الانثوي ما عاد ياثر. بس هو شو السبب الرئيسي؟ لا، بس شو بنعرف عنه؟ مثل ما قلت لك هو خربطه بقشره الدماغ، بنبضات الهرمونات اللي عم تطلع من قشره الدماغ عم بتكون النبضات اسرع من المراه العاديه، وارتفاع التستوستيرون المفرز من المبيض. بس شو السبب الرئيسي تبعه؟
لسه ما حدا بيعرف. اكيد اكيد. خلينا قبل ما نختم ناخذ هيك نصائح بتحب توجهها، وخصوصا كمان نعرف نمط الحياه والغذاء ممكن يساهم، احيانا في مشروبات بتساعد، بعض التفاصيل الصغيره اللي هي ممكن تخفف شوي الموضوع، وحتى الحاله النفسيه اللي هي بتلعب دور كتير كبير. ودائما ندعو انه ما حدا يتمسخر على السيدة أو الصبية بهي الحالة، لأنه أكيد هي تصرفاتها خارجة عن إرادتها 100%. هلأ بالنسبة للمتلازمة المريض متعدد الأكياس، الشغلة مهمة كثير أنه نحن عندنا 25-30% من النسوان عندهم هي المتلازمة. الشغلة الثانية لازم تعرفها اللي عندها هي القصة، أنه هي القصة ما لها علاج، يعني هي ما فينا تروح لعند دكتور يقول لها أعطيك دواء يروح لك الأكياس وخلص بيخلص من الموضوع. تاخذي دواء بتروح الاكياس، بتوقفي الدواء بدها ترجع الاكياس، بدها تتاقلم. خلص هي بدها تتاقلم على لايف ستايل معين مع هذا، مع هي المشكله اللي هي فيها. بالنسبه لموضوع الانجاب، هو هذا الموضوع المزعج اكثر شيء، هو بيصيب تقريبا فينا نقول 50-60% من المبيض متعدد الاكياس. بس الفكره وين؟ الفكره انه نحن بنعرف السبب، وبالتالي العلاج موجود واسهل، بنساعد نعرف امتى الاباضه، بنعطيها تحريض اباضه، يعني في مجال للعلاج بتخفض هي النسبه كثير. مو مثل مثلا اثنين جايين وما مثلا عم بيصير عنده ضعف انجاب وما بنعرف شو السبب، هي صراحه صعبه كثير. اما نحن بنعرف شو عندك السبب فنحن بنعالجه. الفكره كلها انه ما يعني لازم الوحده اللي عندها مبيض متعدد الاكياس تفهم انه هذا مرض مدى الحياه، مثل السكر نعمل له كنترول بيكون تمام، بنفلت عنه شوي بدنا نشوف اعراضه، مثل السكر بتاخذ الانسولين ورياضه وحميه بينتظم السكر، وقفنا الانسولين وقفنا الرياضه وقفنا الحميه بصير السكر بيطلع وبينزل. فهي بدها تتاقلم مع انه هذا موجود معي كل حياتي، انا بدي استشير الطبيب وهو شو بيساعدني وانا بلتزم تعليماته. صحيح. اكيد بالختام بدنا نتمنى السلامه وكل الصحه لكل المشاهدين وللصبايا والسيدات اللي عم يعانوا من هي المشكله. شكرا لك دكتور. شكرا لوجودك معنا، كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها.